بسم الله الرحمن الرحيم. نأسف للتأخير بسبب انشغالنا، جلسة مجلس الوزراء انتهت للتو. نرحب بكم مجددا في هذا اللقاء الأسبوعي للحديث حول آخر المستجدات. اليوم سنتحدث عن جهود الحكومة في حماية المال العام ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتهريب الجمركي، وهي الموضوعات التي تناولها دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في حديثه صباح اليوم. هذه الموضوعات لا شك أنها تتصدر النقاش العام المرتبط بأداء الحكومات، ونحن نواجه بالفعل تحديا صعبا في هذه الملفات، يتمثل بتغيير انطباعات سلبية عميقة تراكمت لدى المواطنين بسبب أخطاء سابقة وضعف في الشفافية. هذا الأمر يتطلب منا كحكومة مضاعفة جهودنا في التوصل والإقناع وإظهار الحقائق وتكثيف الجهود والإنجازات دون المساس بمجريات العدالة. على المستوى التشريعي، الحكومة تعمل على سد أي ثغرة قانونية في جميع التشريعات المرتبطة بحماية المال العام، لذا بادرنا بتعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتمكينها وتكريس استقلالها، ونمضي نحو إقرار تعديلات جديدة على قانون الكسب غير المشروع وقانون ديوان المحاسبة. وأود التأكيد أن أولوية عمل الحكومة في تمكين منظومة النزاهة ومحاربة الفساد وحماية المال العام تكتسب أهمية إضافية خلال الظرف الاستثنائي الذي نمر فيه حالياً، المتمثل في مواجهة جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية. لذا وكما أكد دولة رئيس الوزراء صباح اليوم، سنحرص بشكل مستمر على الخروج إلى الرأي العام بتفاصيل ومعلومات محدثة بخصوص جهود تمكين منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام بهدف طمأنة المواطنين. كما تعلمون، منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وحماية المال العام تقوم عليها عدة مؤسسات وطنية مثل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة ودائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك. ولذلك نستضيف اليوم عطوفة مدير الجمارك اللواء عبد المجيد الرحامنة، وعطوفة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السيد حسام أبو علي للحديث عن جهودنا في محاربة الفساد وحماية المال العام. أيضا سيكون لنا خلال الأيام المقبلة لقاءات أخرى ومؤتمرات صحفية لشرح جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وديوان المحاسبة للتعريف بجهود هاتين المؤسستين الوطنيتين في حماية المال العام. وأيضا كالعادة سيكون معنا معالي وزير الصحة الدكتور سعد جابر للحديث عن مستجدات الحالة الوبائية. مرة أخرى نرحب بمعالي وزير الصحة وأصحاب العطوفة، وطبعا كالعادة بعد الإيجاز نعطي إيجاز لمدة 5 دقائق للضيوف، ثم تطرحون الأسئلة ويتم الإجابة عليها. تفضل معالي في البداية.